جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد أبو ماجد من مكة المكرمة بعث رسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: توفي والدي قبل 14 سنة وترك مبلغ 50,000 ريال، وكان أكبرنا في ذلك الوقت في 16 من عمره، وخلال هذه المدة 14 سنة عملت الوالدة جزاها الله خيرا في أعمال عدة حتى زاد هذا المبلغ وبلغ 300,000 ريال، وقد اشترينا بهذا المبلغ منزلا نسكن فيه. توفيت الوالدة عليها رحمة الله ونحن لا نعلم إن كانت تخرج زكاة المال أم لا، ولقد أخبرتنا أختنا الكبرى أن والدتنا رحمها الله أخبرتها أنها كانت تخرج من هذا المال بمقدار وتصرفه علينا نحن الأيتام، وكانت تعتبر ذلك هو الزكاة وتقول إن الزكاة يجوز صرفها على الأيتام. ولأن الوالدة كانت أمية وجاهلة فمن البديهي أنها لم تكن تخرج نصاب الزكاة، ولقد سألنا أحد العلماء فأفتانا بأنه يجب علينا إخراج الزكاة عن كل المبلغ المذكور طيلة السنين 14 الماضية، وهذا يكون مبلغا كبيرا، وبخاصة إذا علمتم أنه ليس فينا من يعمل ويكسب سوى واحد وراتبه 900 ريال، ونحن في المنزل 6 أبناء ونصرف كلنا من هذا المبلغ، لذلك نرجو من فضيلتكم إرشادنا إلى ما يجب علينا عمله، حيث أننا نعتقد أن الوالدة رحمها الله تسأل عن تفريطها في هذا الموضوع، وهل يمكن لنا مساعدتها وحالنا كما ذكرنا لكم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. الأمر كما أفتاكم هذا العالم، إذا كان الأمر كما ذكر أن هذا المبلغ لم يزكى لعدة سنوات وأن والدتكم تخرج زكاته وتنفقها عليكم، إن زكاة المرء لا يجوز إنفاقها عليه ولو كان صغيرا ويتيما، الزكاة تخرج إلى الفقراء والأيتام الآخرين الأجانب الذين ليسوا من أهل ذلك المال، ولكن يجب عليكم أن تزكوا هذا المال عن السنوات الماضية كلها، ولكن كل يزكي نصيبه، كل منكم يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب عن السنوات الماضية من موت والدكم إلى آخر سنة مرت، فكل يزكي نصيبه يحسبه ويخرج زكاته، وإذا وكلتم واحدا منكم يحصي هذا المال ويخرج الزكاة عن الجميع فلا بأس بذلك، المهم أنه لا بد من إخراج الزكاة، ومن كان نصيبه أقل من النصاب فلا زكاة عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، من المعروف أن المبلغ 300,000 هو آخر ما جمع، لكن ماذا عن السنوات الأخرى؟ بطبيعة الحال لم تجتمع 300,000 في سنة واحدة، السنة التي حصل فيها الربح يتبع الربح يتبع رأس المال ويزكى معه، فإذا لم تعلموا متى حصل هذا الربح، إذا لم يعلموا متى حصل هذا الربح فإنهم يجتهدون ويقدرون ذلك باجتهادهم. نعم.